وضع قناة السويس إن شاء الله في تقدم، إحنا في تحدي مع أنفسنا. الرؤية الجديدة والاستراتيجية الجديدة المطبقة في هيئة قناة السويس إن إحنا نتواصل مع العملاء ونسمع آرائهم، ولا حتى نستطيع تلبية كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة. إحنا السياسة الجديدة لن نعتمد على سياسة سفن العابرة فقط، ولكن سوف يتم عمل مشروعات أخرى لتقديم الخدمات اللوجستية لجميع السفن العابرة، حتى من ناحية إصلاح أو بناء أو تقديم تموين. ده هيتم خلال هذه الفترة، وهيضيف إضافة للاقتصاد القومي من خلال تقديم هذه الخدمات.